صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تان وبداية يوم جديد مع صباح الورد. صباح الورد اللي معاكم يوميا من السبت للأربع من 9 لـ10:30 صباحا فقط وحصريا على شاشة قناة تان اللي بنبدأه كمان بالموجز الإخباري. الموجز الإخباري النهاردة مع زميلي كريم حاتم. صباح الورد عليك يا كريم. صباح الورد يا مها وصباح الخير على كل مشاهدي قناة تان وأهلا بكم في موجز الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الدراسات الخاصة لتطوير منظومة التغذية المدرسية بهدف توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب مع مراعاة مواصفات سلامة الغذاء على أن يتم بشراكة القطاع الخاص من ذوي الخبرة العريقة في مجال الوجبات الغذائية لتحقيق جدارة الأداء والحفاظ على الاستدامة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث شهد الاجتماع عرض أبرز المحاور المطلوبة لمنظومة التغذية لكافة المراحل المدرسية التي تضم حوالي 23 مليون طالب، فضلا عن عرض أهم مبادرات وزارة الصحة للكشف عن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وجه الرئيس السيسي بالالتزام الدقيق في تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة مع منح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي أثناء الجائحة، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، وجه السيسي بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم مع التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي، فضلا عن تطوير منظومة المعلمين في مصر. كما شدد على تطوير نظام الامتحانات في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة. أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، موضحا أن استكماله وبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول سيكون في 27 من فبراير الجاري، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة المناهج واستئناف الدراسة في 10 مارس. وخلال مؤتمر صحفي أكد شوقي أن امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي سيكون امتحان واحد في شهر فبراير لجميع المواد، والحضور للامتحان يوما واحدا. وأشار إلى أن امتحانات الإعدادية ستكون تحريرية وستتم في يونيو القادم بحسب الجدول التقليدي. أعلنت وزارة الصحة عن خروج 322 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 134,960 حالة. وفي بيانها اليومي أكدت وزارة الصحة تسجيل 611 حالة إصابة جديدة و59 حالة وفاة. أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن السلطة التنفيذية الجديدة جاءت نتيجة المبادرة السياسية التي طرحت في القاهرة لحل الأزمة الليبية. وفي تصريحات لوسائل إعلام ليبية أضاف صالح أن كافة الأطراف نجحت في حقن الدماء وتثبيت حقوق الأقاليم، مشيرا إلى أن دخل النفط تم تجميده حتى تتولى حكومة جديدة توزيع الثروة بعدالة. انتقدت الرئاسة اللبنانية تصريحات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري التي هاجم خلالها موقف الرئيس ميشيل عون من اقتراحاته لأعضاء حكومته وإشارته إلى من يؤخر اعتماد تشكيلها. وفي بيانها قالت الرئاسة اللبنانية إن كلمة الحريري احتوت على مغالطات كثيرة وأقوال غير صحيحة، وكان الحريري قد وجه انتقادات مباشرة إلى الرئيس اللبناني لتأخير اعتماد التشكيلة الجديدة، مؤكدا أن لبنان في حاجة إلى خريطة إصلاح وحكومة اختصاصيين ليس لهم انتماءات حزبية. حقق فريق بيراميدز فوزا سهلا على نظيره ريسينج كلوب الإيفواري بهدفين من دون رد في ذهاب دور 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. سجل ثنائية بيراميدز اللاعب إسلام عيسى ليقطع فريقه شوطا في طريق التأهل لدور المجموعات من البطولة الإفريقية. ختام موجز الأخبار، والآن أعود مرة أخرى إلى زميلة مها بهنسي. زميلي كريم حاتم بشكرك شكرا جزيلا على الموجز الإخباري. مشاهدينا حسبكم دلوقتي مع عرض لفقراتنا الحوارية اللي هتكون في حلقتنا النهاردة في صباح الورد، وارجع لكم مرة تانية.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا تابعنا ان الشغل الشاغل لكل البيوت المصريه حاليا هو التعليم، مفيش كلام في اي بيت غير عن التعليم، الامتحانات، اجازه نص السنه. وامبارح دكتور طارق شوقي اعلن مجموعه من القرارات اللي هي بتتماشى مع قرار الحكومه بمد اجازه نص السنه اسبوع اضافي. وزير التعليم كمان قرر انه يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الاول للطلاب من رابعة لحد تانية إعدادي، من رابعة ابتدائي لحد تانية إعدادي امتحان واحد فقط. وتبدأ كمان الامتحان يوم 28 فبراير وتستمر لحد 5 مارس لجميع الصفوف. الوزير قال كمان أنه هيتم تأجيل الامتحانات، امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية لحد نهاية السنة مع عودة الحضور للمدارس في 10 مارس بدون غياب وتشغيل مجموعات التقوية. لكن مع كل ده برضو الناس لسه متلخبطة، خلونا نعرف تفاصيل أكتر عشان الرؤية تكون أوضح ونفهم إيه الخطوات واحدة واحدة كده مع بعض. من ضيفتنا اللي معانا على الهاتف الأستاذة ريم محمود المسؤولة عن ملف التعليم بجريدة الدستور. أهلا بك يا أستاذة ريم، صباحك صباح الورد. أهلا بحضرتك، صباح الخير. نوضح أكتر للمشاهدين لأولياء الأمور، إحنا عرفنا يعني بالتفصيل أو عرفينا أكتر بالتفصيل إزاي يعني هيتم الامتحانات الخاصة بالنصف الأول من العام الدراسي. فيما يخص صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى تاني اعدادي، هيكون الامتحان عبارة عن امتحان واحد في ورقة واحدة شامل كل المواد. انا بس عايزة اوضح الجزء ده عشان في ناس كتير اتلخبطت فيه، يعني مثلا رابعة ابتدائي مش هينزل في يوم يمتحن خمس مواد، لا، رابعة ابتدائي هينزل يوم واحد هيمتحن امتحان واحد في ورقة واحدة، الورقة شاملة كل المواد. تمام؟ ده من رابعة ابتدائي حتى تاني اعدادي. يعني ايه يعني ايه ورقة فيها مادة واحدة شاملة كل المواد؟ الجملة مش مفهومة قوي، مش واضحة. لا، ورقة واحدة امتحان واحد شامل كل المواد. يعني من كل مادة سؤال. بالظبط. يبقى انا مادة سؤال. يبقى ده معناه انه انا نازل امتحن في المواد كلها في ورقة، صح؟ ايوه، ما هو المواد كلها في امتحان واحد. أوكي. مش خمس امتحانات، يعني ده بيبقى مواد. اختصارا عشان اجراءات الاحترازيه بتاعت كورونا، اللي هو علشان ما يبقاش فيه نزول، مثلا لو خمس مواد ما انزلش خمس مرات. بالظبط، انزل مره واحده بس المدرسه. تمام. وده يمكن كان في تساؤل عند يعني اولياء الامور، تقول لك هو ازاي مثلا ماده واحده هتبقى في سؤالين، هتختصر في سؤالين، يعني برضو ده من ضمن التساؤلات اللي بتبقى في اذهان الناس. ف يعني نوضح برضو اكتر. عشان كده الوزارة امبارح نزلت زي نموذج استرشادي للموضوع ده. يعني بيساعدوا الطلبة ازاي يتخيلوا الفورمات بتاعت الامتحان. بالظبط. اوكي. بالظبط. ايوه. اما فيما يخص ثالثة اعدادي، الامتحان هيبقى في يونيو. يعني مفيش امتحانات ترم اول، هتبقى في الترم الثاني، هتبقى مرة واحدة اخر العام. والامتحان برضه عشان الناس بتتلخبط في الحته دي، الامتحان هيكون على المنهج كله، يعني مش على الترم التاني بس، هيكون على منهج الترم الاول والترم التاني. اوكي. طب استاذه ريم، ده يعني كانه للطالب هقول ايه، قدره استيعابيه للماده وانه يكون فعلا هاضم الماده دي، هل ده صح؟ يعني ده هيكون نظام سليم فعلا، ولا هيبقى برضو متعرض ان هو بيكروت اي حاجه عشان يحل الامتحان وخلاص؟ يعني هو ناس كتير طبعا وطلاب كتير من ثالثه اعدادي معترضين طبعا على القرار ده، لان هم شايفين ان هو فكره ان هو يمتحن في المنهج كله دي حاجه صعبه جدا، لان هو مش متعود عليها. مش متعود عليها الا بقى لو المنهج هيتم اقتطاع فصول معينه منه. هو حتى الان مفيش اي قرار بحذف اي حاجه من منهج ثالثه اعدادي. تمام. لان لسه الوزاره هتعلن تفاصيل ثانيه عن منهج، عن امتحان ثالثه اعدادي الاسبوع الجاي ان شاء الله. اوكي. يعني بس طبعا الطلبه من حقهم يعني قلقهم مشروع الى حد ما، خصوصا لو انا كاسلوب او كاستراتيجيه في التعليم او كاستراتيجيه في المذاكره انا معود مخي عليها، متبرمج عليها بقالي سنين، فصعب ان فجاه بتغيري الموضوع. اكيد طبعا، لان كمان المنهج بتاعهم كبير جدا، يعني المنهج الخاص بثالثه اعدادي كبير جدا. فهم معاهم حق ان هم يعترضوا. هل الاعداديه في النظام الجديد بتاع التعليم هي بنفس الاعداديه اللي كانت ايامنا، اللي هو الاعداديه يعني انت عندك الاعداديه دي كانت سنه مهمه وتقييمها كان مهم قبل مرحله الدخول الثانوي؟ صحيح،
يعني هل هي لازالت بنفس الأهمية بما إنها المرحلة انتقالية من الإعدادي للثانوي، ولا بتعتبر عادي من ضمن السنوات الانتقالية العادية والفارق بيبقى في الآخر الثانوية العامة؟ لا، هي مش سنة انتقالية عادية، هي سنة شهادة لسه ليها أهمية عند الناس، لأن في تنسيق لطالب أول ما الطالب بيخلص ثالثة إعدادي في تنسيق لدخول الثانوية العامة. التغيير الحالي اللي حضرتك ذكرتيه ده خاص بس من مرحلة رابعة ابتدائي إلى ثالثة إعدادي، ولا رابعة ابتدائي وثالثة إعدادي؟ لا حضرتك، فيما يخص الامتحانات، امتحان واحد في ورقة واحدة لكل المواد، ده من رابعة ابتدائي لتانية إعدادي. لتانية إعدادي، من رابعة ابتدائي لتانية إعدادي، أوكي. أما امتحانات ثالثة إعدادي هتبقى آخر العام، هتبقى امتحانات اخر العام، اللي هي زي ما قلتي مش فصلين، هيبقى كل الماده كلها مره واحده. بالظبط، اللي هو في شهر يونيو. تمام. طيب امتى بقى هتعود الدراسه؟ امتى هتعود بالظبط توقيتا؟ وفقا للخريطه الزمنيه المحدده من وزاره التربيه والتعليم، ان شاء الله يوم 10 مارس هيتم عوده الدراسه والحضور اختياري. طيب هل الكلام ده بينطبق على كل المدارس سواء خاصه او دوليه او حكوميه؟ سواء خاصة أو دولية أو حكومية، فدي قرارات الوزير. أما فيما يخص الامتحانات في الدولية فده أو شكل الاختبارات، ده بيبقى بالاتفاق ما بين المدرسة أو أولياء الأمور، لأن طبعا المدارس الدولية تحديدا بتكون مرتبطة أكتر بالمناهج الخارجية. طبعا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة ريم محمود المسؤولة عن ملف التعليم بجريدة الدستور. أتمنى تكون الرؤية وضحت أكتر لأولياء الأمور، قلقهم مشروع جدا، وتكون واضحه اكتر للطلبه اللي هم في وش المدفع بقى اللي بيواجهوا الموضوع وبيمتحنوا، وبرده قلقهم مشروع جدا، ويعني برده انا يعني اتمنى ان هم ما يقلقوش قوي، اطمنوا وكله هيعدي، وكلنا اتفاجئنا بالموضوع، يعني العالم كله اتفاجئ بكورونا اللي فرضت اجراءات احترازيه على كل شيء وغيرت ملامح حاجات كتير قوي، واحنا قدها ان شاء الله هنقدر نتكيف، وهنقدر نتكيف وقت سريع واحده واحده يعني على نفسنا من غير توتر، لان التوتر هيخليك اكتر كمان مش قادر تستوعب اي حاجه انت بتذاكرها. خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح نشوف عندنا ايه النهارده في مصر ونرجع مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد، واحنا بنتكلم عن عيد الحب. امبارح نظم صندوق تحيا مصر احتفاليه بالمدينه الشبابيه في حي الاسمرات علشان يسلم تجهيزات الزواج ل 158 فتاه اولى بالرعايه، ده بعد طبعا توجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للصندوق بتجهيز 2000 فتاه ضمن مبادره دكان الفرحه. طبعا في عمليات الاختيار بيكون في معايير او عده معايير وضعتها وزاره التضامن الاجتماعي علشان يتم التقييم من خلالها.
منها مثلا ان ما يقلش عمر الفتاه عن 18 سنه، ده السن القانوني للزواج، ويكون عندها عقد قران موثق لمده ما بتتجاوزش الست شهور، وان كمان ما يكونش سبق ليها الزواج، ده غير كمان بالاضافه لمعايير تانية. هنعرف تفاصيل اكتر عن هذه المعايير الاخرى من ضيفنا اللي معانا على الهاتف الاستاذ شادي سالم، مدير اداره المشروعات بصندوق تحيا مصر. اهلا بيك يا فندم، صباحك صباح الورد. صباح خير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يعني خلينا طبعا نبارك مبدئيا ل 158 فتاه تم تجهيزها ونقول لهم الف مبروك وبنشكركم على هذا المجهود. عايزين تفاصيل اكتر عن معايير الاختيار. مبادره دكان الفرحه احدى مبادرات الصندوق في اطار الدعم الاجتماعي اللي بتبقى موجهه بشكل اساسي لرفع العبء عن الفئات الاولى بالرعايه. ودكان الفرحة فيه أكتر من نشاط بالإضافة إلى نشاط تسهيل زواج الفتيات المقبلة على الجواز، وكان الاختيار الأساسي هو رفع العبء على الفتيات والأسر، سواء الفتاة اليتيمة اللي عندها فقد الأب أو الأم، وده بيبقى ليها تميز نسبي أكتر من الفتيات الأكثر احتياجا، والفتيات اللي بي من إخواتنا من ذوي الهمم، ودول بيبقى ليهم برضو التمييز نسبي اكثر في اختيارنا المعايير والمؤشرات اللي بنديها ليهم. بالاضافه الى ان بيتم وضع بحث حاله اجتماعي للاسره، وبيتعمل البحث من خلال احدى مؤسسات المجتمع المدني، وبيتم مراجعته عن طريق الصندوق، وبيتم مراجعته تاني بالاستفسارات من خلال اداره المتابعه في الصندوق للتاكد من صحه البيانات والتاكد من استحقاق الفتاه للدعم الموجه من الصندوق. وبناء عليه بيتم وضع خطه لتنفيذ الاحتفاليه زي اللي حصل امبارح كده في مدينه الاسمرات، وده كان تجمع لمحافظات القاهره والجيزه والقليوبيه، وتم اختيار العرايس وتم دعوتهم ليوم 14 فبراير نحتفل معاهم بعيد الحب داخل مدينه الاسمرات. طيب يعني احنا بنتكلم دلوقتي على ان اول مرحله من عدد 2000 فتاه تم يعني اتجوزوا 158 فتاه، تم زيجات 58 فتاه 158 فتاه. احنا لا احنا عملنا مجموعه في خلال الفتره اللي فاتت تجوزت اكتر من 500 فتاه. في محافظات زي سوهاج والمنيا وشمال سيناء. احنا لسه كان من 15 يوم كنا بنعمل من هدف الزواج 50 فتاة في شمال سيناء. يعني انتوا اتممتم 500 من 2000. اكتر من يعني احنا دلوقتي 600 و658. تمام يعني لسه مستمرين. طب المرحلة التانية، هل في مرحلة تانية بقى عشان نكمل على العدد نخلص عدد الأفراد؟ خلال الأيام الجاية إن شاء الله الصندوق هيبتدي يعلن عن مراحل تانية الأبحاث فعلا تم مستحقة في بعض المحافظات زي المنيا وأسيوط وسوهاج. أول محافظة هتبدأوا بيها إيه ولا بالتوازي منيا وأسيوط؟ إن شاء الله المنيا. وهيبقى بالتوازي بعد كده بقية المحافظات، لأن إحنا كان مهم عندنا قوي مرحله الاختيار. يعني أكيد. احنا بيتقدم لنا ابحاث جد كتير جدا وبناكد على المعايير بتاعتنا، وبنحاول نوصل لاكثر الفتيات المستحقه، واحنا بنديهم باكج كامله من الاجهزه اللي تقدر. احنا عايزين نتكلم بقى على الباكج، يعني ايه الحاجات اللي بيحصلوا عليها كمساعده في الزواج؟ كل بنت بتحصل على مجموعه من الاجهزه، تقريبا 7 أجهزة كهربائية بالإضافة لبعض الفوتشرات الخاصة بأن هي تقدر تشتري ملابس، تشتري مفروشات من بعض الهايبر الكبيرة، والأجهزة الثلاجة والغسالة والبوتاجاز والمروحة والسخان والمكوى وطقم هواني، ويعني بعض الحاجات الخاصة بالمستحضرات التجميل الخاصة بالفتيات، بحيث ان احنا نقدر نوفر لهم الاحتياجات الاساسيه اللي تقدر تيسر عمليه او تتمم عمليه الزواج. هل التجهيزات اللي حضرتك ذكرتها دي هتقلل من ظاهره الغارمات؟ الامهات الغارمات؟ هو ده فعلا الغرض الاساسي للمبادره الانبياء صندوق. احنا اشتغلنا على الغارمين والغارمات في خلال بدايه عمل الصندوق، وكان اكتر من 40 مليون كان تم توجيههم من الصندوق للغارمين والغارمات بالتعاون مع وزاره الداخليه. وكان السبب الرئيسي من الحالات اللي تم دراستها اثناء تقديم خدمه الغارمين هي الشيكات او الكمبيالات اللي بتتمدي عشان الام تقدر تجهز بنتها.
فاحنا قلنا نرجع خطوتين لورا ونشوف نواجه سبب بشكل مباشر، وهو سبب التجهيز الفتيات. فقلنا نرجع كده خطوتين ونحاول نوصل لسبب المشكله من اوله ونشتغل عليه، والحمد لله ده يعني كان ليه مردود جيد. احنا بنتكلم في عدد كبير من الاسر قد يكون لو ما كناش تدخلنا بالمبادره بتاعتنا كان هيبقى فيهم غارمين وغارمات. بالنسبه للفتيات اللي بينطبق عليها المعايير اللي حضرتك ذكرتها، ازاي بقى تتقدم؟ ايه الخطوات اللي تقوم بيها عشان تتقدم لدكان الفرحه؟ احنا بنتعاون بنعلم مع مؤسسات المجتمع المدني بحيث ان هم الاكثر تلصقا بالحالات جوه المجتمع، وبنبلغهم ان احنا في مرحله جديده من الحالات، بيبتدي الفتيات يقدموا من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وبيتم بحث الحاله وتقديمه للصندوق، والصندوق بعد المراجعه بيتم التواصل بشكل مباشر مع الفتيات لابلاغهم اولا بالتاكد من المعلومات، وبعد كده بابلاغهم بما انهم المستحقين في حاله استحقاقهم للمعايير الخاصه بصندوق. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ شادي سالم مدير اداره المشروعات بصندوق تحيا مصر. يعني مبادره هايله في الحقيقه من دكان الفرحه، وربنا يا رب يفرح قلوبكم جميعا، ونتمنى القضاء تماما على ظاهره الغارمات اللي بيحملوا نفسهم فوق طاقتهم في الحقيقه. يعني يمكن فكره انه يكون في تجهيز للعروسه بالاجهزه الضروريه ده كمان بيدي مؤشر انه بنرفع وعي الفتيات، انه يا جماعه انتم مش محتاجين تشيلوا نفسكم فوق طاقتكم. احنا بنشوف الغارمات اللي بيدخلوا السجن بسبب ان هم بيجهزوا بناتهم باجهزه زياده عن الحد، يعني طبعا بيكون نوع من التباهي او نوع ان انا عايزه اجهز بنتي احسن من بنت خالتها. احنا عايزين نشيل المفاهيم التعجيزيه والموروثات اللي خلاص لا تصلح خالص للزمن الحديث اللي احنا فيه، لان كل حاجه موجوده وكل حاجه متوفره، فاحنا مش محتاجين ان احنا نخزن ونجيب حاجات احنا مش محتاجينها. يعني خلينا نفكر بطريقه عمليه اكتر. فيعني ده خبر مفرح جدا جدا ومبادرة في منتهى الأهمية دكان الفرحة. النهاردة بإذن الله كمان هتنطلق 10 قوافل للصحة الإنجابية من 10 ل 24 من 15 ل 24 من فبراير الجاري، وده تحت شعار حقك تنظمي، وده بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من الخدمات دي. وده طبعا من ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. يعني حياة كريمة ده مش بس بيستهدف ان احنا نسقف البيوت ولا ان احنا نقعد اهالينا في مجرد بيوت او اسمنت او لا، ده حياة كريمة ده يعني ليه ازرع كتير جدا بتشتغل على وعي الانسان، على بناء الانسان في كل جوانب حياته، مش فقط السكن او فقط الاكل والشرب او فقط الزواج، لكن كمان التوعية الانجابية دي مهمة جدا جدا. القوافل هيتم اطلاقها بمحافظات اسيوط، البحيرة، الأليوبية، الأقصر، الغربية، سوهاج، أسيوط، أسوان، الدقهلية والشرقية. ده ضمن خطة الوزارة لانطلاق 60 قافلة خدمية مجانية للصحة الإنجابية خلال العام الجاري، ومن المقرر كمان لكل قافلة إن هي تروح 3 قرى بالمحافظات الواحدة خلال 3 أيام على التوالي. عايزين نعرف كمان تفاصيل أكتر من ضيفنا اللي على الهاتف الأستاذ وليد عبد السلام، مسؤول ملف الصحة بجريدة اليوم السابع. أهلا بيك، صباحك صباح الورد. صباح الورد يا استاذه ماهر، واهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتكلم في البدايه، ازاي هتقوم القوافل بالتوعيه بتنظيم الاسره؟ طبعا احنا عندنا الحقيقه قطاع السكان وتنظيم الاسره في الوزاره بيشهد تحول كبير جدا منذ انطلاق مبادره سياده الرئيس، مبادره حياه كريمه، اللي هي بتستهدف مش بس تقديم الخدمات الطبيه والعلاجيه في الامراض العضويه والمشاكل الصحيه، لكن كمان بتستهدف حاجتين مهمين جدا، وهما التوعية بتنظيم الأسرة، وأيضا الكشف المبكر والكشف على الصحة الإنجابية وتوفير مناخ آمن لكل أم بتقوم بعملية الإنجاب، سواء قبل فترة الحمل أو خلال فترة الحمل أو بعد الإنجاب بشكل مباشر. وده طبعا علشان يعني تكون صحة الجنين والأم في أفضل حالتها، وإحنا عارفين إن كانت معدلات الوفيات الأمهات والأجنة كانت مرتفعة خلال السنوات الماضية، لكن بفضل الله على مدار الفترة الأخيرة انخفضت إلى حد كبير. فخلينا أقول لحضرتك إن القوافل طبعا هتنطلق زي ما ذكرت حضرتك في البداية من يوم 15 إلى 24،
وهتكون مستهدفه حاجتين، هي فكره الوعي بتنظيم الاسره وازاي تحصل السيده على الوسيله المناسبه بالمجان طبعا، ثم هذا الوعي او الخدمه دي هتكون متوفره في المناطق المحرومه والمحافظات النائيه اللي ما توصلهاش الخدمه او في مشكله في وصول الخدمه الصحيه فيها، لان احنا عارفين ان الحمل الغير مخطط ليه وصل مؤخرا حسب المسح السكاني لحوالي 14%، يعني احنا بنجيب 14% من الاطفال او يمكن اكتر شويه بحمل غير مخطط، ما بيعتمدش على فكره الوعي او الحصول على وسيله امنه. كل يعني بيكون في اثنين، يعني في شقين من التحديات بيواجه اللي هو الحمل الغير مخطط زي ما حضرتك ذكرت، الموروث الثقافي زائد انه اصلا كمان ما بيبقاش وسائل يعني تنظيم الاسره مش متوفره. هو بيجي عشان في حاجات غير ملباه للسيدات، يعني هي مش بتلاقي الخدمه، مش بتلاقي الوسيله المناسبه، مفيش حد بيدلها على طريقه مناسبه تخطط بها للحمل وتخطط، وكمان امراض الصحه الانجابيه، يعني مفيش حد بيوعيها او كذا، فبتنطلق مسكينه مش عارفه، هي مش فاهمه، مش لاقي حد يفهمها فعلا. بالظبط. طيب اتفضل. تنطلق هذه القوافل وبتقدم خدماتها زي ما حضرتك ذكرت في كل المحافظات اللي احنا اتكلمنا عنها، وبتكون كلها بالمجان، وان شاء الله ده هيكون بدايه، لكن في كمان 60 قافله هتنطلق على مدار العام كله، وهتصبح متوفره في كل المحافظات النائيه والمحافظات الحدوديه عشان توفر الخدمه للسيده. هل القوافل مكونة فقط من الأطباء اللي بيشوفوا الحالة الصحية ومعهم العلاجات، ولا كمان بيكون في أساتذة علم اجتماع للتوعية؟ هو الحقيقة في حاجة يمكن البعض ما يعرفهاش، اللي هي نوادي المرأة، اللي هي المفترض بتبقى سيكتور صغير كده داخل كل الوحدات، بتقدم طول الوقت التوعية اللازمة، سواء الوعي بشكل عام، الوعي بالصحة الإنجابية، أو الوعي بالحصول على الوسيلة المناسبة لتنظيم الأسرة، لكن بعضنا ما بيعرفهاش، لكن هي دي شغالة في الوحدات والمراكز الصحية بشكل مستمر. أيضا زي ما حضرتك ذكرت كده، في تخصصات تانية مع القوافل دي، يعني هي منلي بتبقى مهتمة بالصحة الإنجابية، لكن بيبقى في أطباء بيشخصهم وبيقدروا يشوفوا الحالات التانية وبيعملوا لها تحويل على المستشفيات لو في الحالة بتستدعي، مش بس صحة إنجابية لأ، وكمان كل المشاكل الصحية اللي بتظهر على السيدة أو بتشتكي منها بيديها جواب تحويل وبيحولها لأقرب مستشفى بتتوفر فيها الخدمة وبيتم تسجيلها. لو هي في تخضع مثلا لمنظومة تأمين معينة بيحولها ليها، لو هي ما عندهاش أي تغطية تأمينية بيتم إحالتها بشكل طبيعي لبرامج العلاج عن نفقة الدولة اللي برضو توفر لها الخدمة والمتابعة بشكل مستمر ودائم وبرضو بالمجان. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ وليد عبد السلام، مسؤول ملف الصحة بجريدة اليوم السابع. وآخر حاجة معانا هو تقرير عن اجتماع الرئيس السيسي امبارح، وهو الخاص بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية لتوفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب. هنروح نشوف مع بعض التقرير من موقع رئاسة الجمهورية علشان نرجع بعد كده نبدأ فقرتنا الحوارية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي 2020-2021 بالمدارس. وقد وجه السيد الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي. كما اطلع السيد الرئيس أثناء الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر بمختلف محاوره،
حيث وجه سيادته في هذا الإطار بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم مع إلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلا عن تطوير منظومة المعلمين في مصر. كما وجه السيد الرئيس بتطوير نظام امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة. من جانبه قام الدكتور طارق شوقي بعرض إجراءات استئناف العام الدراسي الحالي بالمدارس، مشيرا إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي. كما تم استعراض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة. كما عرض السيد وزير التربية والتعليم خطط الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. تناول الاجتماع استعراض جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية، وقد وجه السيد الرئيس باستكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية بهدف توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من ذوي الخبرة العريقة في مجال الوجبات الغذائية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء والحفاظ على الاستدامة. وقد تم خلال الاجتماع عرض أبرز المحاور المطلوبة لمنظومة التغذية لكافة المراحل المدرسية التي تضم حوالي 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية لضمان نشر المنظومة وفقاً لأفضل النماذج المتبعة على المستوى الدولي وتوفير الوجبات المدرسية للمراحل الدراسية المختلفة بجميع المحافظات. كما تم في ذات السياق عرض أهم مبادرات وزارة الصحة للكشف عن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية لدى طلاب المدارس خاصة السمنة والأنيميا والتقزم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتي تشمل تقديم خدمة التثقيف الصحي للطلبة وكذا فحص وتسجيل الحالات إلى جانب تحديد الخطط العلاجية والمتابعة وصرف الدواء مجانا وفق البروتوكولات العلمية الحديثة. We'll be right back.
أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، واللي بيوافق 15 فبراير من كل سنة. والحقيقة أن الهدف من إعلان اليوم ده هو طبعا التوعية، التوعية لحماية أطفالنا من خطر الإصابة بهذا المرض اللعين. ربنا يشفي الجميع ويعفو عن الجميع ويعفو عن كل أطفالنا وكل إنسان بيعاني من هذا المرض. المعدلات بتزيد بشكل مخيف، وأصبح المرض منتشر ما بيننا وقريب جدا من أطفالنا. علشان كده إحنا عايزين نعرف إزاي إحنا نقدر نحافظ على صحة أولادنا، ونحاول نعرف برضو إيه هي العوامل اللي ممكن تكون مسببة لهذا المرض علشان نتجنبها ونبعد عنها. وده هيكون من خلال ضيفتنا اللي معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم، دكتور نادية زخاري، أستاذ كيمياء حيوية وطبية بالمعهد القومي للأولاد ورام وزيرة البحث العلمي سابقا. اهلا بحضرتك يا دكتور، وصباح الورد عليكي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. عايزين نوضح للمشاهدين اكتر في البدايه، يعني احنا دايما بنسمع انه السرطان بشكل عام ملوش اسباب محدده، لكن فيما يخص اصابه الاطفال بهذا المرض هل في اسباب معينه؟ طبعا ما فيش حاجه اسمها ملوش اسباب محدده، اسباب كتير معروفه، لكن اللي عايزه اوضحه ان ما فيش سبب واحد ممكن يسبب الاورام السرطانيه. لازم أتعرض لكذا ضربة في الجينات بتاعتي أو في الخلية بتاعتي علشان أوصل إن يجيلي ورم سرطاني. نعم. بالنسبة للأطفال أو الكبار، عايزة أفرق بين الأورام اللي في الكبار السن البالغين وفي الأطفال. في نوعين من الأورام أو أنواع كتيرة، يمكن 100 نوع، لكن في حاجة اسمها solid tumor أو الأورام الجامدة يعني، وفي ليكويد تيومر او الاورام السائله. السوليد تيومر دي بتحتاج اكتر من ضربه طول حياتي، انا باخد ضربات في الخليه عدد كبير. الاورام اللي هي الليكويد اللي بتصيب الاطفال مش محتاجه كل هذه الضربات، علشان كده الاطفال مصابين ببعض الانواع المختلفه عن اورام الكبار. ايهما الاكثر خطوره، السوليد ولا الليكويد تيومرز؟ لا، ما فيش حاجة اسمها أيهما الأكثر خطورة. الأكثر خطورة الاكتشاف متأخر، لأن لما أنا بكتشف متأخر أنا بخش في مراحل إن الورم بينتشر، فبيبقى علاجه أصعب. ومن هنا بنقول إن في أي مرض بنقول الوقاية خير من العلاج. الوقاية في بعض الأمراض إن أنا بمنحها تماماً، باخد فاكسين وتابر بمنع المرض انه يجيلي، لكن في حاله الاورام انا ما بقدرش امنعها تماما. لكن الوقايه اللي احنا بنقصدها اللي هي التوعيه، واللي هي ان انا بكتشف مبكرا. بس كده، هو ده اللي احنا نقدر نعمله، ان احنا بنوعي سواء الكبار او الصغيرين ونكتشف مبكر عشان نلحق نكتشف مبكرا يعني. بس مثلا انا احب اقول حاجه، ان سواء الأدوية، سواء خبرة الدكاترة، سواء الأجهزة في مصر على مستوى عالي جدا زي العالم، هناك تواصل بين من هم في مصر ومن هم في الخارج، فهي زي ما بنقول قرية صغيرة. لكن الفرق إن محتاجين توعية أكتر، محتاجين اكتشاف مبكر أكتر. كل ما بكتشف بدري كل ما نسبة الشفاء بتبقى أعلى وأعلى، وكل ما العلاج بيبقى أخف كمان على المريض. خلينا يا دكتور نتكلم كمان اكتر على، او عايز اسال حضرتك برضو على مسببات الاورام السرطانيه عند الاطفال. يعني كنا دايما طول الوقت واحنا صغيرين نسمع يقولك ايه، بلاش الحاجات اللي فيها مواد حافظه، الالوان الصناعيه اللي موجوده في مثلا الحلويات المصنعه او السكريات المصنعه، ده خطر على الاطفال ودي ممكن تسبب سرطان، انه ينام والموبايل جنبه فالويفز اللي بتطلع من الموبايل ممكن تؤدي لده. هل الكلام ده بيكون فعلا من مسببات السرطان، ولا برضو يعني في كذا عامل واحنا مش قادرين نمسك حاجة معينة؟ كل ده ممكن ينشط نمو الخلية. عوامل زي ما قلت لحضرتك في البداية، ما فيش عامل واحد أقدر أقول إن ده مسبب للأورام السرطانية، لازم تجتمع عدة عوامل، لازم يجتمع تغيرات كتير في الجينات بتاعت الخلية. عندنا جينات بتهبط نمو الخلية وعندنا جينات بتسرع نمو الخلية، فعلى حسب الضربة اللي أنا بضربها في الخلية أنا بسرع نموها أو بهبط نموها. المسببات اللي بتسبب الأورام السرطانية اللي حضرتك قلتيها هي دي عوامل مساعدة وليست أساسية، لكن هي للكبار والصغار. وممكن أنا أكون في نسبة معينة من الأورام السرطانية بتكون
في عائلات أكتر من التانية، لأن أنا ورثت خلل في خليتي ممكن أعيش بيه طول عمري من غير ما يظهر علي حاجة، لكن في نفس الوقت ممكن أخد ضربات بيئية تانية من سجاير، من ملوثات في الغذاء، من عدم ممارستي للرياضة، ممكن من أي شيء ما، فحاجة ورا حاجة ورا حاجة ده هيسبب لي سرطان، بالظبط زي ما أكون أنا ماشية في الشارع وطلع عليا حرامي. الحرامي لو قال لي لو شفته هتخض في الأول، طب ما فيش مشكلة إن أنا اتخضيت، هيقول لي طلعي اللي في جيبك، ما فيش مشكلة إنه قال لي، بس أنا ما طلعتش برضو ماشية عادي، ضربني على راسي، هنا بقى ابتديت إن أنا أقع من طولي. نفس الحكاية للخلية، بيحصل ضربة ما تأثرش عليها قوي ونقدر نتعايش معاها، مع عدة الضربات تبتدي الخلية تتحول إلى خلية سرطانية. ههمل ومش هكتشف بدري، هتبتدي بدل ما هي كانت في مكان محددة في مكان ما، هتبتدي تنتشر في الجسم كله. فهي دي الخطوات اللي بيحصل بيها، هي دي اللي تخلينا نهتم جدا باللي حضرتك بتقولي بالتوعية. نعم، التوعية كمان إن أنا أبتعد عن أي مكان فيه ناس بتدخن، أو أنا حامل وقاعدة مع في بيت فيه دخان، إن أنا الشمس هي زي ما هي مفيدة في فترات معينة هي مضرة في فترات أخرى. يعني أنا لازم لما أقعد طفلي في الشمس أقعده في الفترة اللي هي الشمس فيها حنينة، يعني قبل الساعة 10-11 أو بعد الساعة 5، إنما ما أقعدهوش في شمس حارقة. طريقة الغذاء اللي أنا بديها للطفل، أهتم قوي بالفواكه، بالحاجات اللي فيها ألياف، لأن الألياف دي زي المقشة اللي بتكنس كل السموم من جسمنا. أهتم بأن اللحوم البيضاء والأسماك تكون أكتر من اللحوم الحمراء، كل الحاجات دي لازم نحطها في اعتبارنا. والرياضة اللي الناس مش مقدراها دي بتفرز هرمونات بتثبط أو بتقلل من نمو الخلايا السرطانية. دي ملحوظة حضرتك قلتيها فيما يخص الرياضة تحديدا مهمة جدا، ان هي لازم تكون من ضمن الجدول اليومي بتاعنا، او تبقى من ضمن اسلوب الحياة اللي احنا بنعيشه، لانه في ناس ما بتلجأش للرياضة الا لو عايزة تخس، ومتخيلة ان الرياضة فيها ارتباط شرطي ما بينها وما بين يعني انقاص الوزن. ويكفي ان انا حتى اتمشى، مش عايزة رياضة، ان انا لازم اروح نادي لو ما عنديش امكانيات اني اروح نادي، ما عنديش وقت اني امارس رياضة عنيفة، لا، انا كل اللي عايزاه ان نتمشى، نحرك جسمنا يوميا. صحيح، او حتى نلعب في البيت في مكاننا، يعني برضو احسن من ما فيش. نلعب في البيت في مكاننا بالظبط. صحيح. فيما يخص يعني الشق الوراثي، هل الشق الوراثي ده ممكن يتولد الطفل وهو عنده سرطان بالفعل؟ اوريدي مولود عنده ممكن زي ما قلت لحضرتك، هو في انواع بتبقى منتشره في بعض العائلات. بياخد بس الضربه الاولى اللي هي الخليه فيها خلل معين، ممكن يتعايش بيه طول حياته من غير ما يوصل إلى إنه يجيله سرطان، وممكن لو تعرض لحاجات جانبية معاها هيجيله السرطان. طب زي ما قلت لحضرتك لازم ضربات متتالية مش ضربة واحدة، أول ضربة لو أنا ورثتها أنا أصبحت لايبل أكتر، أو يعني معرضة أكتر إنه يجيلي سرطان من غيري. نعم، لو في سيدة حامل وهي عارفه كويس انه في هيستوري عن الكانسر في عائلتها، ودي اكيد لازم تاخد بالها اكتر من اي حد تاني ما عندوش الهيستوري بتاع الكانسر في عيلته، يعني لو سيده حامل، ايه اللي هي تعمله علشان تحافظ على نفسها في فتره الحمل وتحافظ على الجنين، وايه اللي تعمله اول ما الجنين برضو يتولد، الطفل يتولد، عشان برضو لو نلحق الموضوع من اوله، يعني يتعمل كشوفات معين، كشف معين على هذا الطفل النيو بورن حديث الولاده، عشان نشوف هل هو عنده قابليه لهذا الموضوع ولا لا. هو اللي حضرتك بتقوليه اكتر ملحوظ في السيده الكبيره، ازاي تحافظ على نفسها من اورام الثدي، انها لو في اسرتها، لان مش كل الانواع بالمناسبه بتبقى عائلات وعائلات. اولا دي نسبه قليله جدا اللي بتبقى مرتبطه بالعائلات، لا تزيد عن من 5-10% حسب نوع الشعب نفسه. هنا بتبتدي السيده، لو قلنا للسيده الكبيره، انها بتبتدي تراعي قوي فحص نفسها شهريا، بتراعي قوي انها بعد سن 40 تعمل الماموجرام، لانها معرضه اكتر من ذلك. لكن لو حضرتك بتتكلمي على الاطفال، ودي خارج يد
السيده تماما، بس بتراعي مثلا لو لقت ان طفلها سخن وهذه السخونه ما راحتش بالادويه العاديه وقعدت مده طويله، دي بتخليها في شك عندها. بتراعي انها ما تقعدش في مكان فيه مدخنين، لان مش بس انا اللي بتاذي لما بدخن سيجاره، ده انا في فولاتايل او في مواد طياره ممكن اللي جنبي يتعرض ليها زيه وزيه ويمكن اكتر مني، لانها طياره بتروح له اكتر مما بتخش عندي. تراعي غذاء الطفل المتكامل، تراعي عدم اخذ الحاجات الملونه كتير، عدم اخذ المعلبات كتير، الفواكه الطازجه زي ما قلت لحضرتك، الاسماك واللحوم البيضاء اكتر من اللحوم الحمراء، وكل الكلام ده لازم اي ام تراعيه بالنسبه لطفلها. نعم، فيما يخص التدخين، واحنا عارفين ان في امهات وبنشوف ده للاسف بيبقوا حتى ما بي يعني بيقللوا السجاير في وقت الحمل مش بيمنعوها خالص، وفي بتلجأ للفيب او السيجاره الالكترونيه، هل السيجاره الالكترونيه دي الانبعاثات بتاعتها مش هتأذي اللي حواليها، مش هتأذي طفلها؟ طبعا طبعا بتأذي، ما فيش حاجه من الحاجات دي ما بتأذيش. وانا يعني كأم، الأم بتضحي بكل حاجه، ضحي بقى بالسيجاره دي، يعني طبعا الحقيقه السيجاره دي أسوأ اختراع اخترعته البشريه، لانها ماسكه في الناس بطريقه غريبه رغم عدم فايدتها ورغم ان كل اللي بيدخن عارف مساوئها. لا، واصلا الصور اللي بتبقى على علب السجاير دي تخلي المفروض الواحد يعني ما يقربلهاش تاني. مفيش فايده، ما حدش بقى يتاثر بيها للاسف، يعني ما عارفين المساوئ دي كلها. واخد العلبه بالصوره اللي عليها وحاططها قدامه ولا كانها موجوده يعني. طيب حضرتك ذكرتي انه انواع السرطانات بتبقى على حسب نوع الشعب، يعني في شعوب معروف ارتفاع سرطانات عندها بشكل معين، حضرتك ذكرتي ده في الحوار. الشعب المصري ايه اكتر السرطانات اللي بيكون معرض ليها وبناء على ايه يعني؟ كنا في الماضي سرطان المثانه البوليه، نظرا لان البلهارسيا كانت منتشره ودي بتسبب سرطان المثانه البوليه، وكانت الكبد عندنا لسه مش ظاهره كما هو الان، لكن نظرا لان الهيباتيتس سي او الوباء الكبدي سي او بي بيؤدي الى السرطان بس بعد سنوات عديدة، فابتدى سرطان الكبد في التزايد، لكن بعد المبادرة بتاعت فخامة الرئيس بعلاج الهيباتيتس سي هتبتدي تقل، بس دي بتبان بعد سنوات. إنما بالنسبة للأزهول، بالنسبة للسيدات طبعا سرطان الثدي أكتر نوع منتشر، ف 30% من اللي بيجولنا في معهد الأورام أو 32% من الناس اللي بتيجي في معهد الأورام بتكون سرطان ثدي، ولذلك المعهد عمل لهم مستشفى خاصة في التجمع علشان هم عددهم كبير. سرطانات الأطفال بتبقى في حدود 10% بكل أنواعها، وأهم أنواع في سرطانات الأطفال اللي هي الليمفومز واللوكيمياز، في سرطان في العظم، في العين، في الكلى. نعم، ليه تحديدا في السيدات السرطان الثدي في مصر منتشر برغم انه معروف عن السيده المصريه كحتى ارث ثقافي يعني ان هي بتلجا للرضاعه الطبيعيه، ودايما برضو بنسمع انه الرضاعه الطبيعيه من اكثر العوامل اللي بتقي من السرطان الثدي؟ طب حضرتك، هو مش منتشر، انا بس عايزه اوضح حاجه، انا لما بقول 32% من مرضى الاورام مش 32% من الشعب المصري. اوكي، يعني لا تفهم غلط. تمام. على مستوى العالم السرطان نمره واحد للمراه هو سرطان الثدي، ده مش بس في مصر، ده في العالم كله سرطان نمره واحد سرطان الثدي. فدي مش حاجه يعني ليه السيدات بيبقى نمره واحد بالنسبه لهم سرطان الثدي؟ ايه العوامل اللي بتؤدي لسرطان الثدي؟ طبعا الاسباب الهرمونيه، وهنا بنصح السيدات انهم لا يتعاملوا مع الاستروجين بعد سن انقطاع الدوره بطريقه لايتلي كده او باستخفاف، لا ده انا لازم عشان اخد الحاجات دي اقيسه في دم عندي مستواه قد ايه. السمنه برضو، لان الدهون اللي موجوده في جسمنا بتتحول الى استروجين، والاستروجين ده بيسبب سرطان الثدي
أسباب وراثية زي ما قلت لحضرتك، من 6 ل 10% من سرطانات الثدي مرتبطة بعائلات بعينها، لأن هذه العائلات بيكون فيها جين الضرب، والجين ده اسمه بريكا 1 أو بريكا 2. الجينات دي بتثبط أو بتهبط من نمو الخلية، فلما بيتضرب هذا الجين الخلية بتلاقي ما فيش حد بيحكمها فبتبتدي تتكاثر، فده بيكون مرتبط بالأسر. لكن لو اتكلمنا عن غير ارتباط الأسر، فزي ما قلت لحضرتك عدم ممارسة الرياضة برضو عندنا دي بتخلي الخلية تنمو أسرع، السمنة بتزود الأستروجين في جسمنا، كل دي عوامل. طبعا التغذية الغير سليمة دي طبعا ليها دخل كبير. يعني حضرتك بتثمني على انه مهم جدا انه بعد انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة لازم تلجأ لدكتور متخصص علشان تاخد هرمونات تعويضية؟ يعني انا افضل انها ما تاخدش، لان كل سن ليه جماله، لكن لو في خلل عندها هي حاسة بيه ما تاخدش جارتها اللي تلاقي انا خدت الدواء الفلاني تقوم تاخده، لا لازم تلجأ للطبيب عشان تاخد هذا الدواء. يعني مش بالضروره الا لو حست انه في خلل. لا لا مش بالضروره خالص. ده مهم قوي المعلومه دي خالص. لانه كان في يعني انا بحس في الدكاتره تحديدا في امراض النساء يعني ان هم بيبقوا مدارس، في اللي بيقول لازم اول ما تنقطع الدوره تلجأ للهرمونات، وفي زي ما حضرتك ذكرتي دلوقتي انه في حاله انه استدعت الحاله يعني حسينا انه في خلل، لكن غير كده اذا استدعت الحاله. لكن علشان احسن بشرتي، علشان ابان اصغر من سني، طب ما انا باذي نفسي من ناحيه تانية. صحيح. يمكن كمان كلام حضرتك اكيد برضو بيأثر عمليات التجميل لما بيبقى فيه تكبير للثدي وسيليكون و و، لانه برضو في جسم غريب احنا بندخله جوه خلايا جسمنا. عمليات التجميل هذا وارد، بس انا ما اقدرش اتكلم عليه لاني مش متخصصه في الحته دي. ما اثبتش ان من ضمن مسببات سرطان الثدي هو عمليات الحقن او السيليكون اللي بيه. يعني حاجه مش عارفاها فمش عايزه اتكلم فيها. لم يثبت في القراءات اللي انا قريتها، ما اثبتش. لكن هو ممكن من ناحيه تانية ان هذا الجسم بيمنع ان الست تكتشف الورم بدري. اوكي. لان ما بتقدرش توصل لمكان الورم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، وصباح حضرتك صباح الورد، وطبعا معلومات قيمة جدا جدا في هذا الحوار فيما يخص السرطان الخاص بالأطفال. ربنا ربي يشفي كل أطفالنا، والوقاية خير من العلاج. وفيما يخص أيضا كمان سرطان الثدي اللي بتصاب به المرأة، يعني كانت في الحقيقة مداخلة أو كان حوار شامل فيما يخص السرطان بشكل عام. مشاهدينا هسيبكم مع فاصل ونرجع بفقرتنا الحوارية التانية، تابعونا. اهلا بحضراتكم من جديد، واحنا لسه في تاني يوم من عيد الحب بنحتفل برضو بس بطريقتنا، بطريقه بقى عمليه اكتر. احنا بنتكلم عن او بنسمع دايما عن علم لغه الجسد، ده علم يعني الابحاث فيه من الستينات ويمكن ما قبل الستينات ومن الخمسينات، وفي كتب بيألفوها دكاتره عن هذا العلم لغه الجسد، فده علم مهم جدا جدا. طبعا احنا عارفين ان احنا كلنا عايشين بالحب، وعشان نحب ما فيش انسان يقدر ان هو يعيش من غير حب، طبعا احنا اتخلقنا بالحب وللحب، لكن ازاي بقى نقدر نعرف الشخص اللي قدامنا ده بيحبنا ولا لا؟ من خلال لغه جسده، مش بس لغه جسده، السلوك بتاعه، الجمل معينه بيقولها في مواقف معينه، نبقى نعرف الراجل اللي قدامنا ده، بلاش الراجل اصلا، راجل او ست، اللي قدامنا ده او اللي قدامنا دي بيكذبوا ولا لا. الحقيقه لغه الجسد ليها دور مهم جدا، هيوفر علينا اوجاع كتير، وهيوفر اهدار للطاقه واهدار للوقت في الحقيقه، بدل ما ناخد وقت طويل قوي على بال ما نكتشف ان اللي قدامنا ده كذاب، لا، لما ندرس لغه الجسد هنفهم اسرع ونوفر على نفسنا وعلى اللي قدامنا كمان. علشان كده ضفتي في هذه الفقره هي الاستاذه رغده السعيد الباحثه في لغه الجسد والخبيره في العلاقات الانسانيه. اهلا بيكي. أهلاً. صباحك صباح الورد وهابي فالنتاينز، مش متاخر قوي. هو انا ما بحتفلش قوي بالفالنتاين، بعتبر الحب ده المفروض يبقى طول الوقت وطول السنه، بس انا زيك. الفالنتاين بيفكرنا بس ان احنا نحب، او بيفكرنا ان احنا نعبر عن حبنا، مش كده؟ طيب يعني نتكلم على لغه الجسد او فنون لغه الجسد وهذا العلم، لو هتلخصيه كده هتقولي عنه ايه؟ طيب مبدئيا هو يندرج تحت علم الفراسه اللي موجوده فينا كلنا،
بلا استثناء كلنا بنعرف نقرا لغه الجسد. حلو ده عشان ما حدش يخبط. بالظبط. لا كلنا بنعرف نقرا لغه الجسد. عارفه لما حد يحس بحاجه يقول ايه انت مالك النهارده شكلك متضايق، بتبقى وصلت له الرساله بس مش عارف ايه بالظبط. مع الدراسه مع التدريب مع الخبره في العلاقات الانسانيه مع خبره في الشغل بتقدري تبقى عندك الموضوع سلس جدا انك تقري اللي قدامك. وفي ناس ربنا مديها الهبه دي اوتوماتيك، بتحس بالشخص اللي قدامها اول ما تشوفي شخص تقفلي منه، شخص تاني حاسه ان هو شخص الله ده مريح بترتاحي في الكلام معاه. فده حاجة موجودة من قديم الأزل، وبس بدأوا يهتموا بالعلم مؤخرا بقى في، يعني مش مؤخرا قوي، من الستينات أو قبل الستينات، وعملوا كتب بقى ودراسات وبتدرس بقى في الشرطة والمباحث والكلام ده كله. صحيح. إيه الحاجات أو إيه العوامل اللي بتقوي لغة الجسد؟ أنا عايز أعرف أيهما الأكثر قوة في لغة الجسد أو إتقانا، الرجل أم المرأة؟ طيب هي المرأة بتقرأ أكتر من الرجل. أوكي. يعني أنا ست تقدر تقرا الراجل اكتر من الراجل ما يقرا الست، وده معناه ان الست قادره على انها تخدع الراجل اكتر من الراجل يخدعها. معلش هي بس احنا بنبان ابرياء وسذج وحاجات كده، بس احنا لا، احنا مش خساره في طيبه قلبهم والله، هم يستاهلوا كده بالظبط. بس هي الستات بتعرف تداري اكتر. أوكي. فبالتالي يقال ان هم بيقدروا يخدعوا اكتر. الراجل مشكلته الوحيده انه مهما كذب هيتقفش. الست بتقرا لغه الجسد اكتر من الرجل، وربنا خلقها كده بتتعامل مع ابنها او بنتها البيبي اول سنتين من غير ولا كلمه، لان البيبي ده كل لغه صحيح جسد. بحكم طبيعتها غريزه إيه الامومه الكلام ده كله. والست عندها في طبقات الصوت اكتر من 5 طرق في الكلام، الرجل 2، فالست الرجل بيسمع الست بتشوف اكتر. فكل حد بيبقى ربنا مديله قدره معينه على القراءه. الستات بتهتم بالتفاصيل اكتر، الرجاله بيهتموا بالخلاصه اكتر. فهي دي بقى الحته اللي هي بتخلي الست دايما عماله تركز في التفاصيل وتركز في كل حاجه بيعملها عشان تكتشف مثلا اي حاجه فيه. طيب هي ست اقدر على قراءه لغه الجسد من الرجل. انت ذكرتي في البدايه انه فنون لغه الجسد او علوم لغه الجسد دي حاجه فطريه ربنا بيخلقها فينا سواء رجاله او ستات، وهي تندرج تحت علوم الفراسه زي ما بيقولوا. لكن احيانا في ناس كتير بنقعد معاهم يقول لك انا خايبه جدا في قرايه الناس، انا على طول باخد مقالب في اللي قدامي سواء بقى راجل او ست. ده بيكون ايه؟ يعني ايه سبب تعتيم الحاسه دي او ابطال هذه الحاسه؟ طيب هو مبدئيا لو احنا هنتكلم، عارفه جمله الحب اعمى؟ ساعات الحب بيخلي الشخص مش عايز، عنده رفض داخلي انه يشوف مساوئ الشخص اللي قدامه او الشخص اللي بيحبه او الشخص المعجب بيه. فمعنى كده ان هو عنده حاله اوتوماتيك من الغمامه دي، هتبقى مش هيعرف يقرا. انما لو خرج بره الدايره بحته تامليه شويه او شاف علاقات تانية حواليه او اعتبر نفسه بيتفرج على مسلسل وبص على العلاقه، هيقدر يقرا اكتر. يعني لو هو شايف 2 زيه بالظبط بنفس الظروف وكل حاجه، ممكن تقول لصاحبتها لا طبعا ده بيخدعك، طب ما التاني بيعمل معاكي نفس الحاجه، لا طبعا ده ما بيعملش كده معايا. فهو ده الحب او اللي هنسميه هو فعلا حب اعمى. بيخلي الشخص مش عايز يصدق ان الشخص التاني بيخدعه. فدي بتبقى بقى عين البصيره بقى دي زي ما بيقولوا، او الثيرد اي دي، بتبتدي اللي هي بالتدريب بقى، او بيبتدي بقى يحاولوا يخرجوا من العلاقه عشان يشوفوا. وفي انديكيشنز او حركات صغيره بتبين اذا كان الشخص ده بيحبك ولا لا. يعني في لغه الجسد يعني ابسطها، زمان كانوا بيقولوا ان الرمشه التسبيل بيسبله. ده موضوع بجد، هو سموها تسبيل ليه؟ لان رمشه الحبيب للحبيبه والعكس بتبقى من 12 ل 26 مره في الدقيقه، فبتبقى بلينك اقل من فيمتو ثانيه. وليه؟ علشان الجسم او العين رافضه ان صوره الحبيب تغيب عنها، وكل ما الرمشه مدتها بتطول اكتر بالشخص ده بيبقى بحاسس بملل من الشخص اللي قدامه. بمعنى ممكن تبقى قاعده مع، يعني ممكن تلاقي 2 لسه متصاحبين و2 بقالهم 10 سنين متجوزين، اكيد الرمشه هتختلف، هتلاقي رمشه المتجوزين اطول شويه، ده مش هيبص لها اصلا. انا شبعت منك انا ممكن انام شويه انا قاعده معاك، يعني هتلاقيها بياكل بيشرب قهوه بالزبط. مش هيبص لها اساسا. انما التاني هتلاقي الحواجب مرفوعه كده وعنده نوع من انواع الاستيعاب، عايز يستوعبها اكتر. يعني يبص عليها اكتر، يسمعها اكتر. وهي كمان الراجل لما بيحب بياخد مساحه، يقف رجليه بعيد عنه، ايديه بعيده عنه، بياخد مساحه الطاووس. انما الست بتلاقيها انكمشت، انا
قليله مينيون كده صغنونه، بتلاقي الست اخذت الاتجاه ده. الست لما في بصه معينه لما الست تبصها للراجل بتاثره. البصه دي موجوده في اتنين عكس بعض تماما، هند رستم وليدي ديانا الله يرحمهم يعني. هتلاقي البصه دي اللي هي بتبقى الدقن لتحت والبصه بالعين لفوق، البصه دي بتبقى بصه الطفله، دي بصه ديانا. ديانا وهند رستم لاني كنت حللتها قبل كده بالظبط نفس البصه. اوكي. البصه دي فيها خضوع زي الطفله، فدي بتخلي الراجل يطمع اكتر او يحس ان هو هيحتويها فبيحس برجولته. اوكي. في النظره دي يمكن اكتر نظرات اللي هي الخضوع او نظرات الحب للمراه. الراجل لما بيجي يبص للمراه بيبص لها بكتافه، يعني ما بيبقاش البصه كده بالرقبه، لا بيبقى بالكتاف. طب ولو بص بالرقبه ما كانتش بالكتاف؟ مجامله. انما بالكتاف فيها اهتمام اكتر، يعني ممكن يبقى اعجاب بيبص كده، بس الحب او الباشن او الشغف بتلاقيه بالكتاف زيرو انجل بينه وبينها كده. هل المراه كمان نفس القصه بتلف؟ لا. المراه دايما تحب اللي هو ايه التقل صنعه والحاجات اللطيفه دي، فبتبص بالجنب عندها حته الحياء شويه مهما كانت اوبن وبتخرج وبتتكلم براحتها وكده، هتلاقي برضو في حته حياء في المراه لسه شويه موجوده يعني. طيب خلينا نقول انه لغه الجسد هي بمثابه جهاز كشف الكذب لكل انسان، يعني تمام. هو الراجل الشخص ده بيحبني او لا. طيب خلينا نقول بقى ازاي لو من يعني قدامي في راجل بيقول ان هو بيحبني، اعرف ازاي من لغه جسده ان هو كذاب؟ طيب هو مبدئيا في لغه جسد وفي كمان مفردات معينه، والمفردات وده طبعا في فن العلاقات الانسانيه. طيب قبل ما اقول اي حاجه عن لغه الجسد هقول ان في مثل بيقول what comes from the heart reaches the heart، يعني اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب، بس مش دايما، لان ممكن اللي قدامي يبقى محتاج يسمع الكلام ده. الاحتياج بيخليك تنخدع اللي بيحب، عشان هو محتاج يحب او محتاج علاقه هتتخدع، هتتأثر بأي كلمة، أي كلمة هتلمس الوجدان والعقل بتاعك، هتلاقي الموضوع حصل فيه سيطرة. الشخص اللي بيكذب ما بيقولش أنا كتير، عينيه ما بتبقاش في عينك دايما. أنا الكاذب العادي مش المحترف، في كاذب محترف ده بيبقى يعني بيرفكت لافر، يعني ده بيبقى صعب إن أنت جدا جدا. بس بيبقى فيه طبعا كل واحد ليه كل جواد ليه كبوة ممكن يقع بقى. اللي بيكذب بيقول أنا كتير، لا ما بيقولش ما أنا بيقولش كتير. أنا كتير بيحاول يموح. عينيه ما بتبقاش في العين مدة طويلة. إمتى عينيه تبقى في عين اللي قدامه؟ بعد ما يقول كذبته، عشان يشوف رد الفعل في وجه اللي قدامه او في عين اللي قدامه. يعني قال كذبته مركز بقى انا تصدقت ولا لا، لانه هيحس اذا كان تصدق ولا ما تصدقش. فهو بيبقى الحته دي. في كذاب بيلعب لعبه بالمفردات اللي هي انا هقول التفاصيل الصغيره كلها عشان يبان ان انا شخص اوبن وبتكلم بقول لك كل حاجه. يعني مثلا تخيلي بقى انت واحد واحده متجوزين، ويوريها الموبايل بتاعه وفي رسائل ما بين واحده، بصي دي بتعاكسني في الشغل. تخيلي بيبقى هو مسح 3-4 شاتس ويوريها واحده. يعني فهو بيلعب لعبه اللي هو انا بوريكي كل حاجه، حتى الست اللي ممكن تكون بتعاكسني في الشغل او بتفلرت معايا في الشغل اديني بوريكي الرساله دي. ده عشان ينيمها تماما يعني. بالظبط. اللي هو ده انا بقول لك كل حاجه وخدي التليفون اهو. صحيح. هو بيبقى ماسح بقى كل حاجه. الاتيتيود ده او السلوك ده بيدي ثقه للمراه انها يعني ايه تطمن له ان هي ده بيقول لي كل حاجه. اذا كان بيقول لي اللي بتعاكسه في الشغل مش هيقول لي، وتفقد حذرها وما تبقاش مهتميه بلغه جسده اصلا. بالزبط. بعد كده الستات بقى اللي بيخدعوا. قبل بقى ما نقول الستات اللي بيخدعوا، على سيره برضو ليدي ديانا والفنانه هند رستم. هي دي النظره اللي حضرتك ذكرتيها. ايوه، ان هي الدقن لتحت والعين لفوق. وطبعا الفرق ما بين بقى الستايل بتاع ليدي ديانا وهند رستم، الاثنين فيهم طفوله والاثنين فيهم خضوع والاثنين يعتبروا مثيرين للرجال او بيعبروا عن ضعف المراه. فالاثنين بعكس شخصياتهم، هتلاقي نفس النظره في بعض الفيديوهات هتلاقيها هي بالظبط. الست تخدع الراجل ازاي؟ خدوم بالصوت. اوكي. الست ممكن حيلتها الوحيده او حيلتها الاقوى انها دايما تفكره بغلطاته. اوكي. اوكي.
فاكر يعني اللي هو ايه ما اول ما يبتدي بس يواجهها بحاجه، حتى لو حاجه في البيت مش معموله كويس. ما انت طول النهار بقى رايح، وفاكر العلاقه اللي انت كنت فيها، سيبني بقى اريح شويه في البيت. بتلهيه في حته ثانيه، بتعمل نوع من الاسقاط. الاسقاط بتسقط التهمه من عليها بغلطه من اللي هو عملها. اوكي. فدايما الستات بيلجأوا للوسيله دي عشان يخرجوا من موقف معين، حتى لو موقف تقصير جوه البيت في التنظيف في الطبيخ في كده، او موقف تاني تكون هي بتخدعه في اي حاجه، فبتروح قلب الترابيزه، او ده السلاح بتاعها اللي بيبقى موجود معاها، فبتقلب الترابيزه عشان خلاص. الراجل مشكلته هو يقال ان هو بيكذب كتير. لا، هو مش بيكذب كتير، هو بيتقري اسرع. فهي دي الفرق ما بين الاثنين. الست تبان عاقله وراسيه، ودايما الراجل هو اللي سمعته وحشه في الكذب. لا، بس هي الستات ما بتتقفش زي ما الرجاله بيقفشوا، يعني الستات بيقروا اكتر من الرجاله. ما بي... لا بس انت كده هتزعلي ستات كتير، لان هو الرجاله بتكذب. دي شطاره. ما هي ما هما ست اشطر طبعا في القراءه. هما الرجاله اللي مش عارفين يقروا الستات كويس. لا بس الرجاله بتكذب كتير طبعا. ما هي بيكذبوا كتير للاسف. يعني انا يعني بصي، هما بيكذبوا كتير. والكاذب المحترف ده مشكلته انه بيبقى مصدق نفسه، والشخص اللي بيصدق نفسه لغه جسده بتبقى صادقه جدا، فاللي قدامه بيصدقه. للاسف. وده اخطر نوع من انواع الكاذبين. ان انت بتلاقي الشخص اللي قدامك ده بيقنعك. يعني ممكن يمكن بدي دايما مثال، بيبقى واحد مثلا هينصب على واحده في جوازه مثلا، انه هيجيب لها مثلا فيلا في كومباوند. ايوه. تمام؟ حلوه قوي الحته دي مثلا. اول حاجه ممكن يقولها لها ايه؟ ممكن يقولها ايه؟ افتكري ابعتي لي صور ضروري عشان اعمل لك الاشتراك بتاع السبا. انت ما جبتش سيره الفيلا، بس عملت ايه؟ لعبت على الوجدان بحاجه هي عايزاها جدا، وكون انك بتتكلم على تفصيله صغيره ده انت خلصت كل التفاصيل الكتيره. فبيتكلم في تفصيله صغيره ويعمل لها ديستراكشن او تشتيت للفكره الكامله في دماغها، ويوديها حته تانية بتفصيله تمشي على هواها. فيقولها ايه؟ اما نروح بقى هناك لازم كده تعملي بقى الاشتراك بتاع السبا، وده في كلاب هاوس ممكن نعمل فيه كده، بس افتكري بس اديني التفاصيل عشان اعمل لك الاشتراك. اللي هو انت لسه ما اشتريتش حاجه وعملتش حاجه، بس عمل ايه؟ عمل لها اغراء بتفاصيل حباها. يقولها مثلا ايه ده في بول للسيدات يوم كذا، وهي مثلا تبقى محجبه، فاللي هو ايه ممكن تنسى بقى مساحه الفيلا هيجيبها امتى، هو بينصب عليها ولا لا، عشان حاجه مش هي مش بساطه منها، بس هو لمس حاجه نوع من انواع الراحه او اللكشري او الرفاهيه اللي هي هتحس بيها. فخليها تنسى الكذبه بتاعته. النوعيات دي من واقع الحياه بقى. الرجاله اللي بتدخل الدخله دي بتبقى جايبه فيلا اصلا ولا مش جايبه؟ لا اساسا. لا لا، في ناس كتيره بتخش نصب تام تام بقى. تام. يعني مثلا مش احنا مش بنتكلم في مستويات الفيلا. ده النصاب او الكاذب المحترف. بس آه. خلي بالك، الكاذب المحترف او النصاب مين الفريسه بتاعته؟ طماع. اوكي. اوتوماتيك. او المحتاج. ما انت قلتي الاحتياج. ما هو الطمع، الطمع في علاقه. الطمع في شهره. في ناس كتيره بينصبوا على ناس مثلا ممكن يكونوا ما بيشتغلوش وعايزينهم يتشهروا، فبيلعبوا على لعبه انهم محتاجين الشهره، محتاجين شغل، محتاجين علاقه، لان حد يبقى لسه خارج من علاقه او علاقه فاشله او مطلقه. دايما مطلقه فريسه للرجاله. طبعا هي دي بقى لازم تركز الحته دي بالذات، ان هي تبقى دايما تعتبر ان اللي قدامها ان هي فريسه وهو طامع فيها، الى ان يثبت العكس. طيب النصيحه اللي بتقوليها دي للمطلقه او الخارجه من علاقه، ولا لاي فتاه؟ او السنجل، او الفتاه السنجل اللي متاخره شويه في الجواز. في الجواز عشان ليه دي بقى؟ طبعا لان هي فريسه سهله. لان هيبقى سهل. دي بقى لها بقى فتره مثلا متطلقه، وهي واخده انها تبقى موجوده مع حد، وليها احتياجات معينه، حد يسبورتر يدعمها، الكلام ده كله. فدي بالنسبه له هتبقى فريسه سهله. خلي بالك، هو اللي بيضعفها اكتر الرسائل المجتمعيه، يعني ضغط العيله في البيت، اللي هو يلا يا بنتي عايزه افرح بيكي. طب تلاقي صحباتها بالزبط. مقارنات ما بين الصحابات اللي اتجوزوا وخلفوا قبلها. الاحتياج ده نوع من انواع الطمع في الدخول في علاقه. الطمع ده بالزبط. او الاحتياج ده بيخليها يحصل لها هنا في غمة أو غمامة. بتخليها ما تشوفش حاجات كتيرة للأسف. يمكن كانت العلاقات بتبقى بين الأصدقاء، بتبقى دايما محتاجة بقى حد صديق راجل ينصحها. بس أهم حاجة تخلي بالها بقى في الصداقة دي هتقع في حب الصديق الأنتيم ده ولا لا. أحيانا بتحصل. طبعا. أنا يمكن جالي سؤال قبل ما أطلع على الهواء، قالوا لي يا ريت تقول لنا إيه الفرق ما بين الصداقة
والحب اللي فيه اتنين بيبقوا قريبين من بعض قوي مش عارفين ده حب ولا فريند زون ولا ايه الوضع بالظبط. طب ده حلوه قوي المعلومه دي، يا ريت. دي بقول ايه، بيحصل فيه غيره ما بينهم، بيكونوا بيغيروا على بعض جدا وكل حاجه، بيبتدوا يحكوا لبعض على علاقاتهم التانيه، او في شخص معجب بيا او في شخص بيحبني، والتاني بيشعر بغيره بس ما يقدرش يابروتش او يعمل خطوه انه يقول ان هو بيحبها او كده. طب ده ليه؟ ده بيكون نوع من انواع الصراع الداخلي ما بين ان ده بحبه كصديق، بس هل في صداقه اتحولت لحب ورجع صداقه تاني؟ لا. بس يبقى خوف ان الشخص ده ممكن يكونوا بيحبوا بعض جدا وهم اصحاب جدا وبست فريندز او انتيمز او وات ايفر، وبس مش قادرين ياخدوا خطوه الحب دي، لانه لو اخدوها هيبقى في مخاطره انهم يخسروا العلاقه تماما. بيبقى كل تصرفاتهم، لغه الجسد، سلوكهم، كل حاجه بتقول ان هم بيحبوا بعض وبيغيروا على بعض. اول ما تحصل مقارنه ما بين الشخص ده ومثلا بيحكي لك على واحده بيحبها ولسه سايبها، وهي بتتكلم معاه يقول لها يعني انت بتعملي لي كذا، وهي اول ما يبتدي يقارن يعرف ان ده حب مش صداقه بس. اوكي. فدي بس عرف ده حب بقى هياخد خطوه او مش هياخد، هي دي بقى الحته اللي فيها المخاطره، اللي هو ساعات كتيره قوي بيخافوا على علاقه الصداقه دي انها تبوظ او تتحول لحب فما تعرفش ترجع لصداقه تاني. فدي في وسط العلاقات بقى الانسانيه، دي ممكن يبقى اصدق حب على فكره فعلا، لان هم اصحاب انتيم واصحاب قريبين من بعض، عارفين طباع بعض. طب ساعتها ازاي بلغه الجسد ابتدي اعبر للي قدامي علشان اعمل الشيفت ده بقى؟ يعني احنا اصدقاء وواثقين في بعض وحفظنا بعض وطباع بعض، بس عايزين ندخل نيكست ليفل، او حصل ان احنا حابين بعض قوي فعايزين ندخل نيكست ليفل ان انا اعبر عن حبي، ازاي لغه الجسد للرجل يعبر بيها ان هو عايز يتنقل من الفريند زون للحب، والست كمان؟ بصي، هو في مفردات ولغه جسد. المفردات لازم تكون فيها وضوح ان هو حاسس بحاجات، ان هو مش لاقي الشخص ويبتدي يتكلم عنها بطريقه غير مباشره، اللي هو انا يعني نفسي في حد او اللي انا بحلم بيه او whatever، وتبتدي توصف الشخص التاني اللي هو صديقها الانتيم او صديقها الصدوق زي ما بيقولوا، وهو العكس نفس الكلام، يبتدي يقول ان فتاه احلامه او الفتاه اللي بيحلم بيها، او بعد كل التجارب دي عايز حد مثلا يشتغل في مجال معين مش في مجال معين، عايز حد يحس بيه، عايز حد يشوف عيوبه اللي هي كانت دايما شايفاها مميزات بالطريقه دي، يعاملني كذا، يسابورت مي، اقعد احكي معاه بالساعات. هيبتدي يقول كل حاجه موجوده فيها، لان الموضوع ده بيبقى ايه ريسك، لان هو لو مشي او ما مشيش ممكن يعني لو قالوا لبعض ممكن العلاقة دي تبوظ، وممكن لو قالوا لبعض وكملوا العلاقة تبوظ برضو، وممكن يكملوا، ودي حالات نادرة شوية. آخر سؤال في فقرتنا دلوقتي، وده من واقع بقى خبرتك يعني كباحثة في لغة الجسد والسلوكيات في العلاقات، إيه النصيحة اللي توجهيها في عيد الحب للمشاهدين؟ أول حاجة دايما يمكن قلت جملة امبارح، أن عيد الحب له ما له وعليه ما عليه، مقتبساها من صديقة. اللي حاصل ان احنا لازم نحب طول الوقت، يعني احنا نحب طول الوقت مش نحب على نفسنا، يعني نحب نفسنا، احنا لازم نحب نفسنا. وانس ان احنا حبينا نفسنا وتصالحنا معاها هنقدر نشوف، ربنا هيدينا كده عين البصيره وهنقدر نشوف الشخص اللي قدامنا وصفائه من ناحيتنا. لو مش حابين نفسنا هنكره الخير للناس وهنكره العلاقات اللي شغاله وهنكره ان ده يحب، وهندي نصايح سلبيه جدا. فهو حبوا نفسكم عشان تقدروا تحبوا وتتحبوا، دي نصيحه لك. دي احلى نصيحه واهم نصيحه واهم خطوه، يعني اذا كان في اي حاجه لازم تتعلمها من رحلتك في هذه الحياه الارضيه، هو ان انت فعلا تفهم نفسك وتحبها قبل اما تفكر انك تعمل اي خطوه تانيه تجاه اي حاجه حواليك. انا بشكرك شكرا جزيلا، وصباحك صباح الورد. ضيفتنا الاستاذه رغده السعيده، الباحثه في لغه الجسد والباحثه في العلاقات الانسانيه، ونورتينا واستفدنا منك كتير. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا من صباح الورد، كنت معكم مها بهنسي، بكره ان شاء الله ساعه ونص من قبل دلوقتي يتجدد اللقاء على شاشه قناه تاني.